استخدمنا هذا الشمع العام هو فرصة لإحداث واحد الهيئة موازية للتجمع الوطني الأحرار في إطار استعداد المؤتمر الوطني. وعي حاصل لدى جميع أخوات الإخوان داخل الحزب الهيئة السياسية التجمع الوطني الأحرار أن النقاش العمومي أصبح عشوائيا كالبناء العشوائي ولم يعد يحترم مواصفات وضوابط النقاش العمومي ومقاربة القضايا المجتمعية بشكل موضوعي. التجمع الوطني الأحرار السيد رئيس عزيز خنوش قرر بأنه يحدث هذا التنظيم الموازي، هو أول تنظيم موازي نظرا لأهمية القطاع القضاء في حماية الحقوق والحريات بالخصوص، وكتعرفوا أن التجمع الوطني الأحرار كان من المساهمين الأولين في خلق العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فبالتالي هذا هو واحد استمرار لكن استمرار بشكل منظم. نريد تأطير النقاش العمومي، وتأطير النقاش العمومي ما يمكنلوش يجي من أشخاص كل واحد في زاويته، لازم أنه نتعلمه نتكلمه حسب مواصفات حسب قواعد، نناقش داخل مؤسسات منظمة، والرأي المخالف لكن نستمع إلى بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض. فإحداث هذه المؤسسات هو قيمة مضافة للتجمع الوطني الأحرار. تماما، شنو هذه القيمة اللي غادي وشرتيوا ليها في الخطاب ديالكم؟ القيمة أنه ستحال مجموعة من الملفات على هذه الهيئة من طرف الحزب لتقديم مقترحات هذا لمناقشتها إلى غير ذلك، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق السيدات والسادة أصحاب البدلة السوداء. أنا مع الانتماء. لماذا؟ لأنه الشخص حينما ينتمي يحدد الهوية، يشتغل لا يتفرج، وبالتالي فهذه قيمة إضافية. أنا دائما قلتها في مؤتمرات مجموعة من الأحزاب الموجودة ببلدنا، تنقول بأنه قطاع المحامين داخل هذه الأحزاب سيكون مفيد وسيكون جيد. لماذا؟ لأنه ويلزم كل القطاعات أن تتهيكل وأن تنضم لهذه الأحزاب. لماذا؟ لأنها ستكون قيمة إضافية. مثلا المحامون إذا قدمت لهم ملفات يقومون بدراسة وتقديم المقترحات، وبالتالي فأنا أحيي الإخوة في التجمع الوطني الأحرار المحامين اللي فعلا قاموا بهذه المبادرة التي ستكون كما قلت قيمة إضافية في العمل السياسي والحقوقي. دفعتوا على الجسم المحامين أنه سليم، لماذا ركزتم على هذه النقطة؟ وأقول بأنه جسمنا جيد. إحنا حينما نقول الخلل قلت يرجع إلى الممارسة وأشكالها وكيفيتها. لماذا؟ لأنه لابد أن نتعبأ من أجل خلق آليات جديدة للاشتغال، هي مثلا نقول بها دائما الشركة المدنية المهنية، لأنه الأنظمة المقارنة الأنجلوساكسونية نجحت. لماذا؟ لأنها عرفت كيف تختار أساليب الممارسة.